طيب ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكون كل حاجه بخير ويكون الخميس والجمعه عدوا بخير وعدوا بسلاسه زي ما بيتقال. تاخد بالك انه في بدايه الاسبوع، بدايه الاسبوع مليانه مليانه، يعني ما بين زياره وفد الكونجرس ولقائه بفخامه الرئيس، ما بين تتويج الملك تشارلز بشكل رسمي ملكا على المملكه المتحده وحفل التنصيب والموكب وكل الحاجات الحلوه اللي انتوا شفتوها، ما بين جلسات الحوار الوطني اللي بدات في جلستها الاولى الافتتاحيه يوم الاربعاء اللي فات، واتكلمت معاكم على الجلسه الافتتاحيه واسهبنا القول، فالنهارده هنبدا نناقش ما هو قد يكون مطروح على هذه الجلسات وتحديدا محور العمل والعمال والإيد العاملة المصرية. ده هنناقشه في آخر الحلقة بإذن الله. في عندنا حاجات كتير فعلا محتاجين نتكلم فيها، ويمكن كمان زي ما حضراتكم شفتوا مع زملائي الأعزاء في نشرة التاسعة وهم بيتكلموا على بدء المباحثات الأولية ما بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وهذه المباحثات بالمملكة العربية السعودية. أكيد هذا الموضوع تم مناقشته في زيارة وفد الكونجرس بجانب المناقشة حول الأوضاع الفلسطينية وتثبيت وقف إطلاق النيران. أنا عايز أخدكم بالمناسبة أن احنا نروح على تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي في أو من على أو عن موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان تحديدا، من حيث ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل، يعني مش وقف إطلاق النيران لمدة معينة، لا هو على نحو دائم وشامل. وخلي بالك إنه الوقف الدائم لإطلاق النيران ده اللي يدعم المواقف التفاوضية والجلوس على مائدة المفاوضات أو المباحثات، شوف عايز تسميها إزاي، لكن طول ما بيحصل إنه الوقف قد يكون مؤقتا أو أي طرف من الأطراف قد يخترق إيقاف إطلاق النار، يبقى إحنا ما بنعملش حاجة. كمان الرئيس أكد على الشروع في الحوار السلمي، إنه هو ده اللي هيؤدي إلى استكمال المسار الانتقالي على النحو الطريقة التي يرتضيها مين؟ الشعب السوداني الشقيق. ده جه خلال استقبال فخامة الرئيس لرئيس لجنة الشؤون الدائمة أو شؤون اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر، وكان معاه وفد كبير زي ما حضراتكم ممكن تكونوا تابعتوا من أعضاء اللجنة، سواء إذا كان من الحزبين الجمهوري أو الحزب الديمقراطي. أكد الجانب الأمريكي بقى في الناحية دي تحديدا اللي هي السودان محورية الدور المصري اللي بتقوم بيه مصر كركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة، الأمر اللي بيتطلب مواصلة وتعزيز التعاون والتشاور ما بين القاهرة وما بين واشنطن على كل المستويات لدرء أي مخاطر، لوقف أي تحدي قد يتصاعد، وإن كان أحيانا بيتصاعد بالفعل على المستويين الدولي والإقليمي. عايز استأذنكم نشوف التقرير ده سوا ونرجع نكمل الكلام. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مايك تيرنر رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، وبرفقته وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسيد جون ديروشر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الجانب الأمريكي في هذا الصدد على محورية الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة، بالإضافة إلى دورها الرائد في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يتطلب مواصلة وتعزيز التعاون والتشاور بين مصر والولايات المتحدة على جميع المستويات لدرء المخاطر والتحديات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد نقاشا مفتوحا بين السيد الرئيس وأعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث تم التطرق إلى الأزمات التي يعاني منها العديد من دول المنطقة وتهدد المقومات الأساسية للدول في حد ذاتها، بما يعرض مقدرات شعوبها لمخاطر وجودية وينذر بمزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للملايين من شعوب المنطقة.
وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول كذلك مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد السيد الرئيس على أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وكذا مبادرات إعادة إعمار غزة، ومؤكدا أن السلام العادل والشامل من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة ورحبة في المنطقة لصالح التنمية والازدهار لجميع الشعوب. كما أكد السيد رئيس الجمهورية موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان من حيث ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل والشروع في حوار سلمي يؤدي إلى استكمال المسار الانتقالي على النحو الذي يرتضيه الشعب السوداني الشقيق ويجنبه المعاناة الإنسانية ويتيح له المضي قدما في مسار الاستقرار والتنمية. طيب احنا اظن احنا تابعنا التقرير كويس جدا، ويمكن تحديدا في الحديث عن السودان لازم تبقى شايف ان هو مصر باذله مجهود ضخم جدا من حيث الوساطه، التهدئه، اعطاء الراي وما الى ذلك. ممكن تحسبها بانه كل دول العالم قد يكون ليها مصلحه ما في تهدئه الوضع في السودان. حلو؟ ومن ناحية أخرى ممكن تحسبها بأنه كل دول العالم باستثناءات قليلة جدا لديها مصلحة في عدم تهدئة الوضع في السودان. وبالتالي اللي أنا بقعد أفكر فيه يمكن بصوت عالي، يا ترى هل ترى الولايات المتحدة الأمريكية ترى مستقبل السودان إزاي؟ ده على سبيل المثال. بريطانيا بطبيعة الحال وهي دولة مهمة جدا 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 فيما يتعلق بكل ما هو إفريقي، كيف ترى مستقبل الأوضاع في السودان؟ ثلاثة، هل السودان لها حل أم أنها مجموعة حلول قد تطرح على مائدة النقاش؟ يعني هل هناك حل واحد هو ده اللي هيؤدي إلى استقرار تام وكامل وناجح يوصلنا في النهاية خالص إلى أنه مقدرات الشعب السوداني يقررها الشعب السوداني ونبقى ماشيين في نفس المسار اللي اتفقنا عليه مسبقا، ولا هي قد تكون حلول ممكن تمشي بمسارات متوازية أو نختار منها حل واحد؟ ده برضو مهم جدا. طيب تعالى نشوف من ناحية أخرى عشان بس تبقى فاهم الدور المصري مهم ومحوري إلى أي مدى. الدور المصري اللي مصر بتلعبه تحديدا في تثبيت التهدئة ما بين الجانبين الفلسطيني وتل أبيب، المبادرة بتاعة إعادة إعمار غزة، سلام عادل، ودي أول حاجة، شامل أي وضع حل نهائي من شأنه أنه يفتح أفاق حقيقية ورحبة في المنطقة علشان تنمية وازدهار كل الشعوب، مش بس هتبقى فلسطين، احنا هنا بنتكلم على أنه المنطقة كلها هتهدأ عن بكرة أبيها. احنا بنتكلم على صراع اعتدنا أن احنا نسميه الصراع العربي الصهيوني في المنطقة. احنا في مصر مثلا نقول قضيتنا المركزية هي قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة. معانا على التليفون دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا 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 يا دكتور. أهلا بيك أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ لينا كتير ما شفناش حضرتك ونتمنى نشوفك قريب. يا رب تسعدني طبعا. أكيد يا رب يخليك. يعني دكتور خليني هتكلم على مسألة زيارة وفد الكونجرس النهاردة ولقائه مع فخامة الرئيس. التوقيت، دلالة التوقيت في ظل ان احنا في عندنا الأوضاع كما كلنا نعلمها في فلسطين، والأوضاع أيضا كما كلنا نعلمها في السودان، وهناك أوضاع أخرى كمان متعلقة إقليميا يمكن بمنطقة الخليج والمملكة العربية السعودية وإيران وما إلى ذلك. توقيت هذه الزيارة للقاهرة دلالته إيه؟ هو طبعا أستاذ يوسف زيارة وفد الكونجرس الأمريكي مجلس النواب اليوم واللقاء مع رئيس السيسي رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، أيضا نربطه بزيارة رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي لمصر الأسبوع الماضي ولقائه أيضا مع الرئيس السيسي، هو بيعكس من حيث التوقيت ومن حيث الدلالة. من حيث التوقيت طبعا يأتي في توقيت مهم تمر به المنطقة بتحديات كبيرة حقيقة، سواء على مستوى الصراع العربي الإسرائيلي، وكما رأينا يعني في جولة المواجهات الأخيرة بين الجانبين وهي مواجهات متكررة
دائما هي بتعكس ان طالما استمر اسباب هذا الصراع، تستمر موجات العنف. وهنا تاتي اهميه دائما الرؤيه المصريه والدور المصري في تاكيد الحل الشامل والجذري للصراع العربي الاسرائيلي من خلال اقامه السلام العادل والدائم، اقامه دوله فلسطينيه مستقله وعاصمتها القدس الشرقيه حدود 67. هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار وفي اطار حل الدولتين. وبالتالي ياتي في سياق ان دائما ان هذا العنف والعنف المضاد هما نتاج الا نتاج غياب هذه الرؤيه الشامله والعادله. وبالتالي ياتي في سياق توقيت مهم. هناك ايضا كما اشرت الازمه طبعا السودانيه، وهي تضاف الى الازمات المزمنه والازمات الكثيره التي تشهدها منطقه الشرق الاوسط، يعني في وقت تشهد فيه المنطقه تصفير للمشكلات، في تسويه للصراعات، عوده سوريا للبيت العربي للجماعه العربيه، راينا مصالحات، راينا اتفاقات بين الدول الاقليميه ودول المنطقه، يعني هناك رياح مضاده. ثم تاتي هذه الرياح المضاده في اشتعال جبهه السودان، وهي طبعا هي تمثل خطوره كبيره ليس فقط على السودان الشقيق ولكن ايضا على كل دول المنطقه. وبالتالي يعني اهتزاز الاوضاع في الشرق الاوسط بتلاقي تاثير سلبي بالطبع على المصالح الامريكيه. وبالتالي هي تاتي في توقيت مهم من حيث الدلاله، تمثل اهميه كبيره وتعكس يعني العلاقات الاستراتيجيه بين مصر وامريكا. هي علاقات حقيقيه، علاقات استراتيجيه منذ نهايه السبعينيات، هي علاقات استراتيجيه ممتده على كافه المستويات السياسيه والاقتصاديه والامنيه والعسكريه. هي بين قوتين، قوى اقليميه مركزيه، هي مصر تمثل مدخل ومفتاح الامن والاستقرار في المنطقه ومواجهه التحديات، وبين قوى تقف الان على راس النظام الدولي، لديها شبكات في المنطقه، لديها مصالح استراتيجيه، تدرك جيدا ان اي فعاليه او جدوى او نجاح للسياسه الامريكيه او استقرار المنطقه لن يكون الا بالتنسيق مع مصر. ولذلك كان تضمين كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الجمهوري لمصر في اول جوله للشرق الاوسط، ثم يعقوبه بايام اي رئيس اللجنه الدائمه للاستخبارات في مجلس النواب، بتعكس هذا التقدير الامريكي لمصر، اهميه مصر، الدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار، في التعامل مع كل التحديات وفق الرؤيه المصريه دائما، الرؤيه الشامله، الرؤيه التي تكون دائما على اطار واضح ومحدد في التعامل مع الازمات، في التعامل مع التحديات. ايضا بتعكس ان هناك تشابك في العلاقات على مستوى السلطه التنفيذيه، السلطه التشريعيه، تواصل مصر مع كل مراكز صنع القرار الامريكي والمؤثره في السياسه الامريكيه، كلها تعكس حقيقه حيويه وقوه العلاقات، وايضا الشراكه وتقدير امريكا لدور مصر واهميه مصر في منطقه الشرق الاوسط. طب دكتور احمد، يمكن عندنا قضيتين مهمتين جدا، القضيه الفلسطينيه والقضيه او الاوضاع السودانيه لو حبينا نسميها بهذه الطريقه. وهنا هيبقى في طبعا عندي سؤالين برضو متعلقين كل واحد فيهم بنفس القضيه. السؤال الاول متعلق بفلسطين، وهو الى اي مدى امريكا مستعده لبذل جهد حقيقي في ان احنا نصل الى حل دولتين بالعاصمه الفلسطينيه تبقى القدس الشرقيه والعوده الى حدود 67. من الناحيه السودانيه ايضا، الى اي مدى أمريكا أو واشنطن بالتحديد مستعدة لبذل جهد لإيقاف دائم لإطلاق النيران ما بين الجانبين، القوات المسلحة السودانية والدعم السريع؟ يعني فيما يتعلق بالقضية الأولى يا أستاذ يوسف، دائما يعني نحن نعرف أن الرئيس بايدن عندما جاء للسلطة وفي بداية 21 وهو أعلن أنه مع حل الدولتين، اتخذ بعض الإجراءات الأمريكية مثل تخفيف يعني المعاناة على الشعب الفلسطيني، يعني استئناف المساعدات، لكن ما تزال هناك فجوة كبيرة ما بين ما تعلنها أمريكا ومن رغبة في حل الدولتين وبين الخطوات التي تتم على الارض الواقع. ما دمنا هناك هذه الفجوه هي التي تمثل او تمثل هو ما بين ما هو مطلوب، ما هو مطلوب من دور امريكي، باعتبار ان امريكا هي الراعي الرسمي لعمليه السلامات اللي انطلقت في بدايه التسعينات من القرن الماضي، باعتبار امريكا الطرف القادر على الضغط على الجانب الاسرائيلي لوقف الممارسات الانفراديه والوحديه، باعتبار امريكا ايضا لديها مصلحه استراتيجيه فيما يتعلق بتحقيق الامن والاستقرار. وبالتالي هنا الرسائل المصريه دائما للجانب الامريكي سواء على مستوى السلطه التنفيذيه، على مستوى السلطه التشريعيه، بان دائما الحل الشامل، الحل العادل هو السلام العادل، الاقامه الدوله الفلسطينيه، يعني دائما تترجم يعني خطابات ورغبات وتوجهات اداره الرئيس بايدن فيما يتعلق بالكرامه الفلسطينيه، فيما يتعلق بحق الفلسطينيين
في دولة كل الشعوب، وبالتالي هنا دائما الرؤية المصرية تقوم على أن الحل هو بتحقيق هذا السلام. طالما لم يتم تحقيق السلام العادل والشامل، لم تقوم دولة فلسطينية، تتظل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار، في حالة من الدوامات. هذا بالطبع يؤثر سلبا على مصالح كل الدول بما فيها المصالح الأمريكية، وبالتالي السياج الوحيد للضامن لأمن إسرائيل، السياج الوحيد تحقيق الاستقرار، تحقيق المصالح كل الأطراف، لتحقيق بيئة من التعايش والتقارب والتعاون، لن تكون إلا بهذا السلام العادل والشامل. وبالتالي هنا على الإدارة الأمريكية أن تبذل مزيدا من الجهود، لكن يعني هناك بعض التحديات، خاصة يعني مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هناك قضايا ملفات مثل الأزمة الأوكرانية، هناك ملفات التنافس الأمريكي الصيني، كلها بالطبع تؤثر على أجندة الإدارة الأمريكية في المنطقة، لكن تظل المشكلة المركزية، القضية المركزية والمحور في المنطقة هي القضية الفلسطينية. وأعتقد أن مصر دائما ما تحاول تسعى إلى التنسيق مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بتحقيق الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وثم الخطوة الأهم والأشمل والعلاج الأكبر وهو انخراط عملية سلام، إقامة دولة فلسطينية وفق المرجعات الدولية، هو هذا هو المدخل الوحيد. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة التشريعية والكونس الأمريكي، أعتقد أنهم سمعوا هذه الرسائل وأدركوا أهمية هذه الرسائل في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، باعتبار أيضا أن إسرائيل هي جزء مهم جدا من المصلحة الأمريكية، وهناك اهتمام كبير بأمن إسرائيل، وهذا الأمن لن يتحقق من خلال القوة أو من خلال الخطوات الانفرادية أو من خلال خطوات وتمثل يعني معاناة للفلسطينيين، ولكن من خلال هذا السلام العادل والشامل. اعتقد ايضا في الازمه السودانيه ايضا تمثل مهمه، لان السودان هو يمثل اهميه جيوسياسيه كبيره في منطقه القرن الافريقي في حوض النيل، واعتقد ايضا ان هناك مصلحه امريكيه مصريه ايضا تتوافق مع الرؤيه المصريه في تحقيق الاستقرار في السودان، لان تحول السودان الى سيناريوهات ربما لا نتمناها كما هي في ازمات كثيره، شهدت تراجع للدوله المركزيه، شهدت نوع من يعني هشاشه الدوله، بالطبع سيؤثر سلبا، شظايا هذه الازمه تمتد لكل المنطقه، امريكا لديها مصالح في مواجهه الارهاب، في اعتبارات امنيه، في مواجهه التطرف، في عدم يعني ان تكون الامور انسيابيه في هذا البلد، ولذلك هناك الان جهود حقيقة مصرية أمريكية سعودية على الأقل لوقف القتال، لتمديد الهدن، للانخراط في المحادثات بين الجانبين. طيب تعتقد يا دكتور جدة، وهو يعكس حقيقة أن السودان أيضا تمثل أهمية استراتيجية لكلا البلدين. طب تعتقد يا دكتور أحمد، معلش أنا هأثقل يعني بإضافة كده على السؤال، تعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية مستوعبة حجم التنافس ما بينها وما بين الصين الآن في الملفات السياسية؟ يعني زمان في سنين ماضية كان التنافس هو تنافس اقتصادي على أسواق العالم والتأثير الاقتصادي على دول كتير، أو استقطاب اقتصادي ما بين بكين وما بين الغرب بشكل عام، أمريكا بشكل خاص. الآن الصين أصبحت تلعب أدوارا سياسية كبرى، بنشوفها بتلعب أدوار سياسية مهمة جدا في منطقة الخليج العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، وتقاربات مع إيران على سبيل المثال. الآن الصين تفكر في خلق وساطة حقيقية لهدوء أو تهدئة الأوضاع في السودان. تعتقد انه ده قد يثير حماسة الولايات المتحدة الأمريكية في انها تشتغل بشكل اكثر جدية واكثر فاعلية عن السابق، باعتبار ان اصبح ليها منافس سياسي قوي في افريقيا مش بس منافس اقتصادي؟ انا اتفق معك في هذا الطرح تماما استاذ يوسف، لان جزء مهم من الخراط الامريكي في منطقه الشرق الاوسط وفي الازمه السودانيه الاخيره هي جزء منها موازنه ومواجهه التمدد وتزايد النفوذ الصيني وايضا النفوذ الروسي. فان نظره بايدن عندما انسحبت من المنطقه في العامين الاولين من حكمها تركت فراغات كبيره في الشرق الاوسط، ملأت الصين هذه الفراغات وسعت بقوه لا الى ذات تاثيرها الاقتصادي والسياسي والأمني، ولذلك عاد الرئيس بايدن المنطقة وعقد القمة الأمريكية الخليجية العربية في جدة في العام الماضي، وهذا الانخراط الأمريكي أيضا في الأزمة السودانية هو محاولة لمنع انفراد الصين أو القوى المنوئة بتفاعلات الأزمة السودانية أو توجيه مساراتها بما قد يؤثر سلبا على المصالح الأمريكية. لكن تظل النقطة والتحدي هنا حقيقة هو كيف يكون هذا التدخل، هذا التنافس الدولي سواء الامريكي او الصيني، كيف يكون عامل ايجابي
في الأزمة السودانية، لأن مصر حذرت من أن أي تدخلات خارجية سلبية ستعقد الأزمة، لأن سيكون السودان هنا رهنا لتنافسات القوى الكبرى، وهذه طبعا القوى تعمل لمصالحها وليس فقط لمصالح طبعا. المنطقة العربية، ومن هنا تبرز أهمية هذا الدور المصري، هذا التنسيق في العمل على تحقيق الاستقرار في السودان، منع انزلاق الأمور، وبالتالي هنا القرار الأمريكي قد يكون عامل إيجابي على الأقل في دور أمريكا، أكثر فاعلية، أكثر انخراطا في هذه الأزمة، ومنع تحول السودان إلى نموذج آخر من الأزمات العربية الممتدة التي رأيناها خلال العقد الماضي. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. فاصل ونكمل الكلام. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكون كل حاجه بخير وزي الفل. الطلبه المصريين اللي موجودين في الخارج بيقوموا بحاجه اسمها الامتحان الالكتروني. الامتحان هو امتحان، غير المقوله الشهيره المعروفه يوم الامتحان يكرم المرء، ان شاء الله كل الناس هتكرم، مفيش حد هيهان ولا حاجه. كل حاجه في الدنيا بيبقى لها شكل وشروط والتزامات ونظام وهكذا. أنا أكتر حاجة توجع مخي بصراحة إنه الناس تبقى مش حابة فكرة النظام ده، أو تبقى مش حابة فكرة مش النظام، لأنه مثلا احنا معترضين عليه عشان في عندنا فكرة بديلة، لا احنا معترضين. يعني أنا أتذكر أيام الكورونا، فلما كانت بتتعمل الامتحانات الأونلاين للطلبة بقى اللي موجودين في مصر، مش الطلبة اللي موجودين خارج البلاد، فالأول كنا بنعمل الدراسة أونلاين لو تفتكروا أيام الكورونا، ربنا يا رب لا يرجعها أيام. المهم إنه بنعمل الدراسة أونلاين، الأهالي قال لك دراسة أونلاين ليه؟ يا جماعة الولاد مش قادرين يستوعبوا الطريقة دي، جديدة، ولادنا مش متعودين، يا ريت تودوهم المدرسة. خلاص كده تمام. جينا بقى في موسم الامتحانات بتاعت الكورونا برضو، فقلنا إيه؟ الولاد هيروحوا يمتحنوا في المدرسة. خد بالك أولياء الأمور قالوا إيه؟ الولاد مش مستوعبين، عايزينهم يروحوا المدرسة، أهم حاجة المدرسة. أول ما قلنا الامتحان في المدرسة أولياء الأمور قالوا إيه؟ وليه مش أونلاين؟ هو إحنا الشريك المخالف؟ لا، أنا أقول لك السر بصراحة بمنتهى الصراحة، يعني أولياء الأمور جزء منهم اللي كان مخالف ده، اللي كان مش عاوز الولاد يمتحنوا جوه المدرسة وعاوز العيال تمتحن جوه البيت علشان العيال تغش. ده من الآخر. الاستسهال ما بيجيبش نتائج وما بيعملش حلول، والاستسهال ضد مصلحتك وضد مصلحة ابنك، لازم تبقى فاهم. طيب تعال بقى نشوف النهاردة. النهاردة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعلن التعليمات المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية للمصريين فين؟ في الخارج، بحيث أنه كل طالب يبقى مسموح له أو متاح ليه أنه هو يخش على المنصة بتاعة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط. يعني ما تبقاش جوه مصر وتخش على المنصة، هو هيحظر عليك الدخول كيفما أعتقد أو كيفما أتمنى بصراحة. وبرضو دي معمول لها جدول للامتحانات معلن ورسمي. خلونا بقى نفهم أكتر من زميلي وصديقي العزيز أستاذ شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ازيك يا شادي؟ أهلا بيك يا يوسف، تحياتي ليك وللسادة المشاهدين. عامل إيه؟ إيه أخبارك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. حدثنا وأسهب القول واشرح وأبن وأفصح على امتحانات المصريين في الخارج عبر المنصة الإلكترونية، بيتعمل إزاي وشروطه إيه؟ طيب، هو إحنا بداية يوم الخميس الماضي أصدرنا بيان فيه تعليمات محددة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالامتحانات الطلاب من أبنائنا في الخارج. والحقيقة إن كان في عدد من الإجراءات أو الاختيارات للطلاب للتسهيل عليهم وعلشان ما يبقوش تحت ضغط وقت الامتحان،
الجزء الاول متعلق بامكانيه ان هو يدخل على المنصه او الامتحان الالكتروني ويجري الامتحان الالكتروني بشكل كامل، او اما ان هو لو تعثر في الدخول على المنصه في الوقت الخاص بالامتحان عنده امكانيه ان هو يدخل على رابط اخر يحمل منه الملف الخاص بالامتحان ويحله، وهيكون مفتوح له لمده 24 ساعه. النهارده تحديدا طبعا مع بدايه الامتحانات، النهارده بدات الامتحانات اللي هي من رابعه لسته ابتدائي، وطبعا يعني كان في وردت فينا عدد من المشاكل المتعلقه بعدم امكانيه او تعثر دخول البعض في عدد من الدول المختلفه للمنصه او الامتحان الالكتروني. والحقيقه ان احنا يعني كان في توجيهات واضحه من الدكتور رضا حجازي بالتسهيل على الطلاب على الفور و التأكيد على الاختيارات المتعددة اللي تم إتاحتها للطلاب علشان خاطر يأدوا الامتحان بشكل ما فيهوش أي ضغط نفسي تماما. فالنهارده طلع بيان تاني على المنصة مختص بأبنائنا في الخارج، وأكد على إمكانية تحميل ملف الامتحان من خلال رابط محدد اتحط على المنصة، وتم كمان التأكيد على ان هو يعني عند الطالب فرصة ان هو يقدر يحمل الملف ونموذج الإجابة ويحل الامتحان، ومع تحديد الآلية خلال يومين ان شاء الله هيتم تحديد الآلية اللي هيعيد بيها ارسال الإجابة لإدارة أمننا في الخارج علشان خاطر يعني يتم تصحيح الامتحان. طيب احنا طبعا يعني احنا بنتكلم في 73 ألف طالب بيأدوا الامتحانات من مختلف مراحلها الابتدائي والاعدادي والثانوي، واحنا بدأنا النهارده اخر امتحانات خالص اللي هي الصف الثاني الثانوي، هتنتهي يوم 21/5. 21/5 بالظبط. اوكي، طب شادي يعني لو النهارده لو افترضنا طبعا انه حد ما حاول يخش على هذه المنصه وهو من داخل البلاد، هيبقى محظور عليه الدخول اصلا؟ يعني مش هياخد اكسسبيليتي، ولا انه حتى لو دخل هذا الدخول والامتحان لا يعتد بيه لانه عندي قاعده بيانات بتقول ان هو داخل البلاد مش خارجها، صح كده؟ لا، هو اصلا الدخول من داخل مصر مش الرابط مش هيفتح معايا، مفيش اكسسبيليتي اصلا. طب كويس يعني خالص. احنا مأكدين ومشددين على ده ان الدخول على الرابط الخاص بالامتحان الالكتروني هيبقى لازم من خارج مصر، من اي دوله من دول خارج مصر. الموضوع اللي كان الابرز النهارده هو متابعتنا المستمره للشكاوى المتعلقه بتعثر دخول البعض للامتحان الالكتروني، وطبعا كان في متابعه وردود فوريه من القائمين على المنصه حوالين امكانيه تحميل ملف من رابط اخر، لتحميل الملف الخاص بالامتحان النهارده وامكانيه حله، وكمان يعني طمناهم بان هو يعني يحل الامتحان، وهنحدد الاليه كمان المتعلقه بارسال الامتحان ان شاء الله يعني خلال 48 ساعه باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا شادي، كل الشكر زميلنا العزيز شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني. طيب زي ما كنت بتكلم مع زملائي دينا ومصطفى عن بكره ان شاء الله الموسيقار الكبير عمر خيرت عامل حفلة موسيقية كما جرت العادة رائعة بالتأكيد في المتحف المصري الكبير، وبالظبط هتبقى الساعة 6 مساء بمصاحبة الأوركسترا الكبير وبقيادة المايسترو دكتور ناير ناجي. إن شاء الله من المقرر أنه يقدم أو يقدم خلال الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية الشهيرة لموسيقارنا الكبير والعظيم عمر خيرت. طبعا مما لا شك فيه يعني أنا أظن أنه الحفلة دي كومبلي من ساعة ما تم الإعلان عنها. أنا أتذكر أن أنا دايما دايما عمري عمري أبدا ما لقيت حفلة لعمر خيرت ما هياش كومبلي، وده بيخليني أقول لك أنه الذوق المصري زي الفل. يعني لما يبقى الناس في مصر او سائحين من مصر من خارج البلاد يعني منطقه عربيه او اجانب موجودين ويجروا ويحاولوا يخشوا ويحجزوا تذكره وما الى ذلك، اولا انعكس فانما يعكس طبعا مما لا شك فيه انه الذائقه المصريه بخير، ويعكس ايضا مدى الاقبال على موسيقى عظيمه مهمه جميله زي موسيقى الموسيقار عمر خيرت. استاذ عمر خيرت معانا على التليفون، اهلا بحضرتك. الاستاذ
استاذ يوسف. انا يوسف صح كده استاذ ايه بس؟ لا ده انا يوسف بس، حضرتك الموسيقار الكبير الاستاذ عمر خيرت، لكن انا يوسف وبس كده، حلو قوي بالنسبه لي. ما تحرمش منك يا حبيبي. يا رب يخليك، يا رب يخليك. بكره يا فندم يعني هنسمع موسيقى ايه؟ ايه المقطوعات اللي هتتلعب؟ هنسمع كل حاجه الناس بتحبها. كل حاجه، كل حاجه. الله، ده الموضوع سر بقى، ما بيتقالش من قبلها ولا ايه؟ كل حاجه الناس بتحبها، وفي حاجات جديده كمان. في حاجات جديده خالص ما سمعناهاش قبل كده؟ لا ما سمعناهاش. اسمائهم ايه بما ان احنا لسه ما سمعناهاش عشان نبقى مركزين؟ في حاجه اسمها حديده، دي على اسم حفيدتي. اوكي. فنن؟ عمرها قد ايه حديده؟ عمرها 10 سنين. ما شاء الله، ربنا يخليها يا رب. غاويه مزيكا برضو؟ غاويه فن وكله باليه وكل حاجه. ما بتهزرش، ما شاء الله. طيب ربنا يا رب يخليها يا رب ويوفقها. طيب دي كده اول مقطوعه، ايه تاني من الجديد؟ في بقى اللي هو سابق نفسك. سابق مجدك، اللي هو الاعلان اللي الفته اخيرا ده. أيوة. ومعناه حلو، يعني ان هو الانسان لازم يبص لنفسه، ما يبصش لحد تاني. ويسابق، يعني يسابق نفسه. ومسابق نفسه فعلا، بس هو المصري لازم يعمل. عملت شكل حلو كان في رمضان. صحيح. الناس اتبسطت قوي منها، فقلت لا لا عايزتها بقى لايف. وطبعا بزود بقى في الحاجات دي اشكال تانية، وبعمل توزيعات مختلفة. طبعا طبعا. فده الموضوع. وبعدين طيب. حفلة بكرة دي يعني. أيوة. طبعا انا اول مرة في المتحف الكبير اعمل حفلة، وده شرف عظيم لي انا شخصيا. و مؤسسة راعي مصر دي يعني انا اول ما طلب مني ان انا اعمل حفلة، وفهمت ايه البروسيجر بتاع الحفلة وايه عشان ايه، وطبعا وافقت فورا، لان دي يعني موجهة كل العائد بتاعها لمحتاجين صعيد مصر. صحيح. ومؤسسة راعي مصر دي بيرأسها الأستاذ أمير رمزي، وتعاملت معهم قبل كده طبعا، ناس محترمين جدا، وفي صدق في الأقوال والتنفيذ يعني. فده شيء مشرف جدا لينا ولمصر الحقيقة. ده عظيم جدا، عظيم جدا. أيوه. اتفضل يا فندم كمل. لا وكمان يعني عظمة مصر بقى حاجة زي المتحف ده، يعني انه ده رسالة عالمية، يعني انه كنت لسه هسأل على كده، انه مصر ازاي بتنفذ حاجة زي دي، وازاي تقدر تعمل متحف كبير زي ده، ده كمان بعد المتحف بتاع الحضارة. ايوه مظبوط. هل الاحساس يعني بيختلف يا فندم عن انه لما باجي او لما مش انا طبعا، لما يجي الموسيقار عمر خيرت يلعب حفله في اماكن من الاماكن اللي اعتاد عليها، تختلف او يختلف الاحساس، ويختلف حتى الاحساس بالموسيقى وبالعزف على البيانو لما هنبقى في المتحف الكبير؟ ممكن، لان انا هجرب. هتبقى تجربة مختلفة طبعا، في صوت وضوء قبل كده عند أبو الهول. وفي معبد الأقصر عملت حفلة برضو قبل كده، أو حفلتين، ومعبد فيلة. طبعا بيبقى إحساس مختلف، وبيعكس على المستمع والمشاهد اللي بيتفرج، الحاضر الكونسرت يعني، بيعكس عليه عظمة محدش بيقدر يتناقش فيها يعني. هو هي العظمة. لما والله أنا كنت بتساءل بقول إنه إيه معنى إنه دايماً، أولاً طبعاً هو تاتش وود، لكن إيه معنى دايماً نلاقي حفلات الموسيقار عمر خيرت كومبلي من قبلها بأيام؟ يعني ده معناه إيه؟ معناه إن الحمد لله ربنا وفقني إن أنا أقدر أنجح، وأخلي شعبنا الجميل يحب حاجه اسمها موسيقى خالصه. صحيح. تعرف حضرتك ان احنا يعني حياتنا كلنا كعرب الاغنيه والشعر، الشعر والاغنيه. ايوه. انما الموسيقى في العالم كله طبعا ليها باع كبير جدا، وقوالب موسيقيه متعدده،
ومنها القلب الغنائي، مع احترامي لان الصوت البشري اجمل صوت آله في الدنيا يعني. انما ليه ينقصنا ان احنا نبقى زي الدنيا كلها عندنا موسيقى؟ فده كان اتجاهي وتفكيري عن ابو بكر خيرت اللي هو عامل مؤسس الكونسرفتوار طبعا، اللي هو يعني هو اللي ابتدى هذا المشوار وعمل سيمفونيات مصريه صحيح وحاجات عالميه كبيره جدا وله باع كبير قوي في هذا المجال يعني. لا اصلا بالمناسبه انا مستمع كثيف من وانا عندي مثلا، لا ده من وانا صغير، من وانا عندي حوالي مثلا 12 سنه لموسيقى عمر خيرت كثيف يعني، ما فيش حاجه طلعت ما سمعتهاش. اتحدى اي حد واقول المقطوعه بالاسم ان كنت انا يعني بنشز، بس يعني عارف الموسيقى والمقطوعه بتبقى ماشيه ازاي من اولها لاخرها يعني. واتذكر ان انا زي ولاد صغيرين كتير في سني، فكنا واحنا في فتره ثانوي كده فاكرين ان احنا كلنا هنطلع روائيين وحاجات زي كده، فاول حاجه كتبتها سميتها هويد الليل، في هويد الليل تاثرا، لا ده تاثرا ده تأثرا بمقطوعة في هويد الليل طبعا. لا حبيب الله يرحمه حجاب، السيد حجاب الله يرحمه يا رب. أشكرك وكل التوفيق، ومنتظرين بكرة الحفلة زي ما يقولوا على أحر من الجمر، وأنا ساكن جنب المتحف فأنا هقدر أسمع الصوت من بعيد لأن أنا معرفتش. لا أنت تتفضل تقعد معايا على المسرح. لا يا فندم، هو أنا طول والله العظيم ما طول، هبقى هنا بقوم بدوري بقى من على الهوا، هتابع على طول. أنا طول. أشكرك يا فندم، ألف شكر لحضرتك وموسيقارنا الكبير جدا جدا، العلامة الموسيقية الكبيرة والعظيمة الأستاذ عمر خيرت. طيب تعال أخدك على طقس عمره 1000 سنة. نبي لا تحطوا لي شوية صور بقى كده على الشاشة الحلوة بتاعتنا دي. 1000 سنة، نفسي أعرف الناس دي يا جماعة بتحافظ على هذه الطقوس والعادات والتقاليد لألف سنة ازاي؟ حفل تتويج الملك تشارلز الثالث رسميا ملكا للمملكة المتحدة. بص، التاج، العباءة الملكية، كرسي العرش، الزي بالكامل، التقاليد بكل سنتيمتر. اوعى تفتكر ان في سنتيمتر، انا بتكلم بامانه وبدقه شديده واعني ما اعنيه يعني، مفيش سنتيمتر مش محسوب، كل حاجه معمول حسابها في اي حاجه، سواء اذا كان في 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 ويست مينستر، في كنيسه ويست مينستر تحديدا في لندن، او في الشوارع، التحركات بتاعه المواكب، الحرس اللي بيبقى موجود، المواكب الشرفيه، العائله المالكه، سيبك بس بقى من العائله المالكه وترتيبها وتراتبيتها حسب الالقاب داخل العائله، لكن كمان لازم تشوف الناس في انجلترا، الناس في والناس في لندن بالاخص وفي المملكه بشكل عام، وإزاي بيتابعوا هذه التقاليد وهذه الطقوس المتجذرة داخل هذا البلد دون أي تغيير 1000 سنة. بالمناسبة كل اللي انت شايفه ده من غير ما نسمي أصلي، اللي بيلمع أصلي ما فيهاش هزار، تحت أنظار حوالي 100 من رؤساء الدول وكبار الشخصيات العامة، ومن بينهم رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. حاجة يعني كله بيشوف وكله شاف بقى كبير أساقفة كانتربري أو سانت كانتربري وهو بيحط التاج. يا خبر أبيض، ده تاج معمول من 360 سنة. أنت متخيل؟ شايف المراسم، شايف الترتيبات، في بقى مراسم على نطاق. أيوة المزيكا يا نديم، صح سمعني. And faith and truth I will bear unto you our sovereign lord defender of the faith and unto your heirs and successors according to law, so help me God. I William Prince of Wales pledge my loyalty to you and faith and truth I will bear unto you
as your liege man of life and limb. So help me God. وده طبعا ده تاج الزوجة الملكة كاميلا. خدت بالك كمان من رئيس الأساقفة وهو بيتكلم مع الملك تشارلز على انه May thy servant Camilla who wears this crown be filled by thine abundant grace and with all princely virtues. Reign in her heart, O king of love. أنا سكت طبعا عشان حضراتكم تسمعوا ودي الموسيقى. بص طبعا ده الصورة هنا بقى واضح ان في درون او حاجة موجود فوق ثابت علشان بيصور المشهد من الاعلى. رئيس الاساقفة هو بيتكلم معاه على انه طقوس الاسلاف والتي يسلمها فيما بعد ذلك الى الورثة. مفيش خطوة مش محسوبة يا جماعة، لازم تشوف المتابعات عاملة ازاي بتاعت كافة الحضور. خروجا بقى من باب الكنيسة، وركز في المشهد كده وهتشوف الحاضرين من كافة الأشكال والألوان والأطياف ممثلين عن دولهم وحكوماتهم وشعوبهم وممثلين عن كافة ألوان المجتمع البريطاني. وبالمناسبة المجتمع البريطاني مجتمع أصلا متنوع جدا يعني. عربية يعني أحلى من عربية سندريلا، فاكرين العربية البامكن؟ حاجة مذهلة بصراحة، عربية مذهب. بص النظام، بص اللبس، بص الأردية بتاعت كل الحاضرين. طبعا كاميلا والأحفاد والأمراء، وبعدين دي بيبقى لها تقاليد ما بين العائلة وما بين رجال البلاط وما بين الحكومة. الموكب بقى هو بيتحرك جوه العربية دي. يا نهار عربية، ايه ده؟ بص الالتزام، بص الوقفة، مفيش حد بيتحرك بره النطاق المحدد ليه. خلي بالك ان هذا الموكب وهو يتحرك مفيش حد في المجتمع البريطاني بيقول هم موقفين الشوارع ليه، مش الكلام ده. الناس دي تعي جيدا أهمية الكرسي الملكي والعائلة الملكية بالنسبة لبريطانيا. انت هنا بتتكلم على جزء من تراث وثقافة وتاريخ المملكة المتحدة، انت هنا بتتكلم على ملكية دستورية زي ما الكتاب بيقول، برلمان شديد القوة بل هو شديد البأس. وبالمناسبة هي يعني ما فيش حاجة اسمها انه الملك لا يتدخل في الحكم او الملكة اليزابيث الله يرحمها لا تتدخل في الحكم، مفيش حاجة اسمها كده. هو ليهم مساحات للتدخل في الحكم سواء اذا كانت في السياسة او في الاقتصاد، علشان بس تبقى فاهم. بريطانيا ما فيهاش دستور بالمفهوم اللي احنا نعرفه عن الدساتير، لكن هي فيها مجموعة من الاعراف والتقاليد الحاكمة الملزمة بيتم العمل بها، طبعا فضلا عن القوانين. هذه التقاليد والأعراف الحاكمة والملزمة تمكن من يجلس على عرش الملك، عرش المملكة المتحدة، من التدخل في قرارات شديدة الأهمية والمحورية والحساسية سواء إذا كان في العمل السياسي أو العمل الاقتصادي المتعلق بالمملكة المتحدة. ده برضو علشان تبقى عارف، ناس كتير كانت بتتكلم على، وحتى هناك في بريطانيا بالمناسبة قال لك يا جماعة التكلفة وتقترب مش عارف من 100 مليون ولا كلام من ده، والعالم يمر بأزمة وبريطانيا تمر بأزمة. على طول كانت المسألة بشديدة الوضوح،
يا سادة كرام انت مش متخيل هذا البث جاب فلوس قد ايه. يعني اعطاء الحقوق بتاعة البث لقناة او منصات او يتسجل او يستخدم فيما بعد ذلك في مثلا شركات عايزة بشركات انتاج يعني عايزة تستخدمه مثلا فيما بعد ذلك في اشكال وثائقية مختلفة افلام مسلسلات الخ 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 كل حاجة هناك بفلوس. مفيش بقى وليه بفلوس؟ هذا موكب الشعب البريطاني من حقه ببلاش. مفيش حاجة اسمها هناك ببلاش عشان بس تبقى فاهم. يعني بريطانيا مفيهاش حاجة ببلاش، العالم ما فيهوش حاجة ببلاش عموما يعني. فهذه التكلفة تقريبا تقريبا تدر عائدات اللي هي 100 مليون إياهم اللي اتكلموا عليهم بعض المواطنين البريطانيين وتظاهروا لأنه لا يا جماعة وما فيش داعي لمظاهر البزخ. كان الرد على طول واضح، يا جماعة العائدات قد تقترب من 400 مليون. أدي المظاهرات اللي بتقول يا جماعة لا والبريطانيا والمملكة المتحدة أولى بهذه الأموال وأنه كان لا داعي للبزخ وكل الكلام ده وأنه ده من أموال دافعي الضرائب وكل الكلام الحلو ده. كلام جميل ما أقدرش أقول حاجة عنه. الردود كانت شديدة الوضوح. إيه بقى؟ بص أدي المشهد بتاع الموكب، أدي المشهد بتاع المتظاهرين أو المعترضين على هذه الطقوس، طبعا رافعين لفتات يعني شرسة جدا يعني not my king ليس ملكي حاجة يعني. لكن في النهاية برضو هذا المتظاهر عشان تبقى فاهم أو الكل دون استثناء هذه المظاهرة علشان تنزل هي واخدة كم موافقات. فعلى طول كان الرد من الحكومة البريطانية بالمناسبة الحقوق و و و و هيدر على الخزانة 400 مليون 4 أضعاف اللي اتصرف. شغل وتسويق وحاجة الله ينور. البريطانيين جن مصور ما بيهزروش. طيب تعالوا نروح بقى لفاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم بقى ايه في مواضيع من بتاعتنا احنا. استنونا. اهلا 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 بيكم. النهارده يا جماعه بتحل ذكرى رحيل مش بس اسطوره رجل كره قدم، احنا بنتكلم على في وجهه نظري وانا بكلمك بقى يعني انا هنا فعلا مش هزار شايل من دماغي خالص ان انا راجل مشجع للزمالك او زملكاوي. انا بكلمك على راجل انا اشوفه انه اسطوره اداره نوادي ومنشات رياضيه، اسطوره. لقب المايسترو ده لقب حقيقي، عارف انت على رأي الجماعة في لبنان يقولك لابق عليه، هو المايسترو فعلا الله يرحمه يا رب صالح سليم. صالح سليم لاعب كرة قدم عظيم، رئيس نادي أعظم، وزي ما حضرتكم طبعا تتذكروا انه رحل في مثل هذا اليوم سنة 2002 بعد صراعه مع المرض. 21 سنة عدت على مع حفظ اللقب طبعا على صالح سليم، إلا أنه كلما ذكر اسم الرجل الكل يحترمه مهما كنت بتشجع أي نادي. عند صالح سليم بتنسى بقى إيه انتماءاتك الكروية تماما. صالح سليم أسطورة، صالح سليم مايسترو، صالح سليم رجل محترم، صالح سليم رجل منظم، صالح سليم رجل حازم، صالح سليم رجل الإنجازات في الملاعب. 20 بطولة مع صالح سليم، أرقام قياسية في أكبر عدد من الأهداف اللي بيحرزها لاعب في مباراة واحدة. في مباراة من المباريات كانت مع الإسماعيلي سجل 7 أهداف، كانت سنة 58، من بين 8 أهداف حققهم الأهلي وقتها. مع المنتخب الله يرحمه يا رب صالح سليم انضم للمنتخب سنة 1950، لعب 24 مباراة دولية وسجل خلالها 5 أهداف. في الفن صالح سليم كان حاضرا وبقوة، وشعبيته
محبة الناس، جماهير الكرة، مش جماهير الأهلي، جماهير الكرة في مصر كانوا بيحبوه وبيحترموه وبيقدروه جدا، وده أدى إلى أنه يعني تهافتت عليه شركات الإنتاج صناع السينما، فشارك في مجموعة من الأفلام، كان في منها لو تفتكر فيلم السبع بنات، فيلم الشموع السوداء الشهير جدا مع ست نجاة الصغيرة، فيلم الباب المفتوح، يعني ما أقولكش. طبعا هو كان مدير الكرة في النادي الأهلي، عضو مجلس الإدارة في النادي الأهلي، رئيس للنادي الأهلي حتى وفاته سنة 2002. صالح سليم ده فعلا مش هزار، يدرس. معانا على التليفون الكاتب الكبير والناقد الرياضي الكبير والرائع أستاذ ياسر أيوب. أهلا بيك أستاذ ياسر. أهلا وسهلا أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. أنا يعني زي ما كنت بقول كده، عند صالح سليم تتوقف الانتماءات الرياضية، لا أهلي ولا زمالك ولا إسماعيلي ولا مصري، ده صالح سليم. لأنه طبعا كابتن صالح، عشان هو كابتن صالح، لكن كمان عشان حاجة تانية، أنه احترم الجميع. صح. يعني انتماءه للأهلي وعشقه الهائل للنادي الأهلي لم يكن مبررا لأن ينتقص بقدر أي نادي آخر. وله مواقف كثيرة جدا، يمكن بعضها معلن وشائع وبعضها غير شائع، مع الأندية الأخرى اللي هي خلقت حالة الاحترام الكامل ومن الجميع. يعني كابتن محمد حسن حلمي، هذا الرجل العظيم اللي أدار وبنى نادي الزمالك، لما دخل انتخابات اتحاد الكورة كان في ناس كثيرة ضده. الناس فوجئت بكابتن صالح بيقول لهم ما كانش محمد حسن حلمي بكل ما قدمه لكرة القدم يبقى رئيس اتحاد كرة، امال مين اللي يبقى رئيس اتحاد؟ الله. ومع الاسماعيلي لما الاتحاد حط اللائحة بتاعة كاس مصر والنهائي يتلعب بالليل، ومهندس اسماعيل عثمان، ودي وقتها انا كنت مع كابتن صالح في بيته، مهندس اسماعيل عثمان كلم كابتن صالح بالتليفون وقال له انه يعني انا برجوك يا كابتن صالح عشان خاطري وعشان خاطر ولاد الاسماعيليه الصغيرين، ان هم هيجوا بالميكروباصات وبالاتوبيسات وبعربيات الاجره، فخليهم يجوا بالنهار ما يسافروش بالليل والطريق وانت عارف الطريق، فيعني ارجوك انك تخلي تقبل ان الماتش يتلعب بالنهار. كابتن صالح رد عليه وقال له انا حريص على ابناء الاسماعيليه، لكن عايز اقول لك انه انا مش صاحب القرار لوحدي، دي برضه كانت من عظمه كابتن صالح. فقال لي ياسر انت معاك عربيه؟ قلت له تحت. قال لي طب يلا بينا نروح على النادي. فنزلنا رحنا النادي وندى كابتن ثابت البطل مدير الكره الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. وقال له روح اسال المدير الفني وتشاوروا مع بعض هل انتم موافقين على ان احنا نلعب نهائي كاس بالنهار ولا مش موافقين. رجع تاني كابتن ثابت وقال له احنا موافقين. راح نكلم اسماعيل عثمان وقال له بلغ كل ولاد الاسماعيليه انه عشان خاطرهم الاهلي هيلعب بالنهار. شوف المرونه والذكاء والاحترام المتبادل. طبعا، لانه يعني وبعدين هو كابتن صالح اساسا كان من اصدقائه كل نجوم الزمالك، وكان يعني ما كانش بيحب غير انه في المعسكرات انه يقعد مع كابتن عبد النصحي ويستريح لعيبه الزمالك. فيعني المساله اولا لا يتنافى ده مع حبه للاهلي واخلاصه ورغبته في انه الاهلي يفوز باي مباراه او اي بطوله، لكن ده مش مبرر خالص انك يعني تهين النادي الاخر او تنتقص من اي نادي منافس. فده احد يعني اسرار عظمه صالح سليم. دي كانت سمة جيل يا أستاذ ياسر، ولا إنه دي كانت من ضمن الحاجات التي نقدر نقول بيتفرد بيها كابتن صالح سليم؟ هما الاثنين الحقيقة، يعني عشان برضو يعني كان مع كابتن صالح ناس برضو موجودين في هذا الزمن، كان في يعني حدود أو سقف لأي كلام، يعني كان في التزام. لكن كابتن صالح طبعا كان بيتميز غير ده بالقوه والتجرد من الحسابات، وعارف
عارف الرئيس الأمريكي الأسبق روزفلت لما قال إنه الناس قد تغفر للرئيس خطأه ولكنها لم تغفر له ضعفه. فصلاح الدين كان قوي، ممكن يكون أخطأ لكنه كان قوي، كان لما بياخد القرار يحافظ عليه ويلتزم به. ويمكن ده درس محتاجه أعتقد يعني اتحاد الكرة الحالي، إنه خد القرار وما تخافش وما تكونش ضعيف. وده أحد اللي إحنا يعني ممكن نتعلمه، وبعد حتى 21 سنة نتعلمه من كابتن صالح. صحيح صحيح 100%. طب أستاذ ياسر، يمكن النهاردة يعني بما إن إحنا بنتكلم عن الأهلي، ف يعني الله يرحمه يا رب كابتن هاني مصطفى، كانت النهارده بتشيع جنازة كابتن هاني مصطفى. أيوة. وهو واحد من أبرز نجوم الأهلي. يعني ماذا يقول أستاذ ياسر أيوب في تأبين كابتن هاني مصطفى مدرب منتخب مصر الأسبق ونجم الأهلي البارز؟ أنت عارف أنا أول حوار رياضي عملته في حياتي كان للأهرام الرياضي سنة 90، كان مع كابتن هاني مصطفى الله يرحمه يا رب. كان ساعتها مصر تأهلت لنهائيات كأس العالم 90. قرر كابتن محمود الجهري إنه مصر مش هتشارك في كأس الأمم الأفريقية. فاتحاد الكورة قرر إنه يختار هاني مصطفى مدير فني لمنتخب مصر المنتخب البديل اللي هيسافر الجزائر يشارك في كأس الأمم. أوكي. وقبل السفر رحت عملت حوار مع هاني مصطفى وقال لي عبارة ساعتها أنا خدتها غلاف للحوار، عنوان للحوار وما نسيتهاش رغم 33 سنة. إيه؟ قال لي أنا أقود منتخب أراد له الجميع أن يخسر قبل أن يلعب. ليه؟ لأنه كانت الاهتمام كله كان بالمنتخب الأول وكأس العالم، وكان الدعم كله للمنتخب الكابتن محمود الجهر الله يرحمه والعد وكتيبة النجوم الكبار بتوع جيل 90. وبعتنا هاني مصطفى تأدية واجب، وهو كان من جواه حزين جدا، انه يعني كان ممكن لو قدر من الاهتمام وقدر من الدعم لمنتخب مصر. وبعدين انا يعني ده كان الحوار ده كان بداية صداقة قوية ودائمة مع كابتن هاني، وعايز اقول لك انه كابتن هاني كان مدرب كويس جدا. انا هرجع لك تاني ان هو لعيب كان ايه، بس انا بقول لك ان هو كان مدرب كويس جدا. واول مرة مصر تاخد فيها كاس العالم للشباب كان بقيادة هاني مصطفى، وتأهل بيهم لنهائيات كاس العالم لاول مرة في تاريخ مصر في استراليا 1981. وفي البطوله دي عايز اقول لك عشان الناس تعرف قد ايه كان كابتن هاني يعني مدرب افق، تعادلنا في الماتش الاول مع اسبانيا 2-2، وكسبنا المانيا في الماتش الثاني 2-1، وتعادلنا مع المكسيك 3-3، ووصلنا دور الثمانيه ورغم كانت اول مره نشارك يعني. وبعدين خسرنا من انجلترا 4-2 كان بعد اغتيال الرئيس الراحل انور السادات، كانت الظروف كلها والتوتر طبعا العام في البلد يعني ده كان العذر. فهاني مصطفى مدرب جدا، وهو بقى لاعب احنا عمرنا ما كنا بنسمع عن نجوم مصر على المستوى الافريقي قبل هاني مصطفى. هاني مصطفى ده كان اول نجم مصري يخرج الى افريقيا، وكان في منتخب افريقيا، وكان احسن باك في افريقيا. والحاجه الجميله بقى اللي هي يعني برضو الناس ممكن كتير ما تعرفهاش، اسماعيلي بعد ما خد كاس الامم اللي اصلا بطوله الانديه الافريقيه لاول مره في تاريخ مصر سنه 69، جه في البطوله الثانيه كان برضو عنده لعيبه يعني يا اما اصابه او اضطرت للاعتزال، فتوجه للاهلي بطلب انه يستعين بهاني مصطفى في البطولة الأفريقية. كان دوري ساعتها واقف والنشاط الكروي كله واقف في حرب 67، والأهلي بتيض خاطر يعني قدم هاني مصطفى إنه يلعب الإسماعيلي. هاني مصطفى يعني أوان كان لاعب عظيم وإنسان عظيم ومدرب عظيم،
وعمل حاجة كمان الناس ما افتكرتهاش له، إن هو أحد المؤسسين الحقيقيين للإدارة الرياضية في جامعة الدول العربية. Yeah. من اقتناعه بأنه الرياضة وسيلة للتفاهم والتقارب والسلام العربي. وكان كان مدير إدارة ناجح جدا. وكنت بروح له مكتبه في جامعة الدول العربية وكان يقول لي يحكي عن المشاريع باعتزاز. احنا عندنا ولاد من اليمن، عندنا بنات من عمان، عندنا لاعبات من الجزائر. يعني كان شغل نشاط، والاهم منها اقتناعه باللي بيعمله يعني بدور الرياضه. وده كان قبل ما الناس تبتدي تتكلم بشكل كبير جدا في دور الرياضه والسلام. هاني مصطفى يعني الله يرحمه كان ابن كبير جدا. بس انا عايز يعني اقول حاجه بعد اذنك. قول يا دكتور قول. انه مش كابتن هاني مصطفى بس اللي توفى، هو في نفس اليوم باعتبار انه مواطن شرقاوي فمات ابو امين ايضا. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. احد عظماء الجيل العظيم الاسطوري للاسماعيلي اللي خد اول كاس افريقيا، وكان باك وتم اختياره احسن باك افريقيا، كان لاعب عظيم جدا. هو من الزقازيق، كان بيلعب الاسماعيلي ولعب طول عمره الاسماعيلي. وكان له حكايه حصلت من 6 سنين، عمل نادي في الزقازيق او بالظبط يعني في الزنكلون، دي قريه جنب الزقازيق. على اساس انه انا كنت اقعد معاه اقول له يعني معقوله كابتن ابو امين الزقازيق والشرقيه كلها ما فيهاش نجوم كبار يقدروا يساعدوا فريق الشرقيه انه يبقى من الفرق القويه جدا في الدوري؟ عمل اكاديميه او نادي للناشئين، بس للاسف مركز نادي الزقازيق حد هذا النادي، وكان دي لحظه اللي هي كسرته وعاش بقى بعد كده حزين يعني. الله يرحمه. برضه هو لاعب عظيم وعمل كبير جدا. واحنا دايما يعني للاسف بقينا بنفقد اجيال من الناس المتميزين. عشان كده انا اعتقد ان التاريخ الرياضي ده مهم جدا، وتوثيقه حتى كمان فيلميا زي ما بيتقال. انا اشكرك جدا 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 يا دكتور ياسر، كل الشكر للكاتب والناقد الرياضي الكبير الدكتور ياسر ايوب. طيب خلوني استاذنكم، هنروح بعد الفاصل وعاوزين نتكلم على في فقرتنا، هنتكلم مع الاستاذ محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، الاستاذ عبد الوهاب خضر متحدثا رسميا ومستشارا اعلاميا لوزاره القوى العامله، على عدم ادراج مصر في قائمه ملاحظات العمل الدوليه من ناحيه، وفي نفس الوقت قرار فخامه الرئيس بالاستمرار في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدوليه او منظمه العمل الدوليه. ازاي ده بيعتبر امتداد لثقافه الدوله تجاه قضايا العمل ده أو دي الفقرة بتاعتنا. لكن قبل ما نروح للفقرة، في عندنا تقرير لطيف جدا وأنا أدعوكم أنكم تتفرجوا عليه كويس. ربة منزل بدرجة فنانة لو حبيت تسميها كده، مدام ميادة هي سيدة مصرية حصلت على جائزة أفضل فكرة مشروع في دمياط. دمياط دي حدوتة بفكروني أحكي لكم، وده بعد تدريبها من قبل مبادرة ابدأ ومبادرة حسن مشروعك كمان والمجلس القومي للمرأة. طيب مدام ميادة دلوقتي بتحضر لافتتاح مشغل اسمه أنامل. بيعمل ايه أنامل بقى؟ بيدرب ويساعد في تشغيل بقية الستات والفتيات اللي موجودين عندنا في دمياط. اتفرج على التقرير ونروح للفاصل ونستقبل ضيوفنا. انا من الاول بدا احتياجي ان انا قعدت فتره طويله في البيت عندي وقت فراغ، حبيت استغل الوقت ده بشيء يفيدني ويعود علينا بدخل مادي، وبدات اشتغل حاجه لها علاقه بدراستي وبموهبتي ان انا بشتغل حرف يدويه، لان مؤهلي فن صناعي ملابس جاهزه. وبدات بقى عندي منتجات كتير، بدات انزل بها المعارض، معارض معروفه، وبقى عندي منتجات كتير. سمعت عن مبادره اسمها مبادره ست الدار تابعه للدكتوره منى العوض محافظ دمياط والمجلس القومي للمرأة، وبدأت أسمع عنها، بدأت أقدم فيها، دخلت في مبادرة ست الدار في المرحلة الثانية،
اخدت تدريبات تبع اليو ان معاهم، اتعلمت حاجات كتير انا ما كنتش اعرفها تبع التسويق. ميادة نموذج إيجابي من ضمن نماذج إيجابية كتير جت المدينة الصديقة للنساء، واستفادت من دعم محافظ دمياط والمجلس القومي للمرأة بأن هم يتبادلوا الخبرات. يعني هي شاطرة جدا في مجال الكروشيه، وده كان مجال دراستها، في سيدات أخريات بيعلموا حرف تانية، بدأوا أن هم يتبادلوا الخبرات، كل واحدة بتعلم حرفتها للأخرى. ولكن ميادة كان عندها أو بيميزها طموح كبير أن هي عايزة توصل للأكبر وتعرض منتجاتها ومنتجات السيدات اللي اتعلموا منها في المجتمع بشكل كبير، ان هي تخرج السيدات اللي معاها كعمل جماعي وتعرض العمل الجماعي في اماكن كتير بحيث ان منتجاتهم تتشاف بره. شاركنا في معرض في الغردقه 3 ايام، كانت تبع يلا فالنتير والمجلس القومي للمراه، عرضنا في المنتجات وشاركنا، وثالث يوم كنا في مارينا في الغردقه، والمنتجات نالت اعجاب سياح كتير، وكمان في منتجات سافرت. وبعد ما رجعنا بدانا تدريبات في المدينه الامنه تاني، اجالنا تدريب تابع من جهاز تنميه المشروعات، دكتور احمد فضل كان بيدينا تدريب، عرفت فيه وتعلمت فيه حاجات كتير انا ما كنتش اعرفها. يعني انا بنتج منتجات كتير بس وعايزه اعمل مشروع خاص بيا، بس ما عنديش فكره عن خطه العمل بتتعمل ازاي. احنا هنا بنعمل معرض بشكل دوري، بس احنا خرجنا بره المحافظه. انا اشتركت في مبادره اسمها رسائل البحر، كان الهدف منها ان انت تشتغل على البيئه الساحليه وتستغل كل حاجه فيها، فلقيت ان موضوع القواقع ده مناسب قوي فاشتركت. رحنا معرض في الغردقه، معرض حلو يعني، كل اللي شافه يعني اعجب بالفكره بتاعت القواقع، على الرغم من ان هي بيئه ساحليه برضو بس هناك مش مستغل الموضوع ده. لما قدمت في مسابقه رياده الاعمال وفزت، كان انا هدفي ان احنا نخرج بره دمياط بمنتجاتنا، لان منتجاتنا لها جوده بجوده واتقان عالي. فحبيت لما رحنا تراسنا كزياره، حبيت ان احنا منتجاتنا تتعرض هناك ويبقى لنا مكان خاص بينا نعرض هناك فيه. فكان املي كله ان احنا نروح تراسنا وان احنا نقدم في تراسنا. وبعد المسابقه الحمد لله جالي فرصه ان انا ان شاء الله هشارك في تراسنا وبالمنتجات بتاعتنا، كلنا هنطلع منتجات تليق بالمكان اللي احنا هنروحه طبعا. ازيكم الاول، عاملين ايه؟ اعتدنا فيما اعتدنا ان من يجلس على يسار المتحدث او مثلا في البرلمان يسار المنصه الى اخره، وتبقى المعارضه او النقابات او الاتحادات وممثليها وما الى ذلك، وعلى اليمين دائما بتبقى الحكومه او الاغلبيه وما الى ذلك ايضا. ضيوفنا الاعزاء اختاروا العكس وتفهمنا في انه ليه العكس. يعني انا بتكلم هنا على الاستاذ محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، اختار انه يجلس على اليمين. ازيك الاول يا فندم؟ منورنا. ازي الحال؟ طيب. كله تمام الحمد لله. استاذ عبد الوهاب خضر متحدثا ومستشارا اعلاميا عن وزاره القوى العامله اختار ان يجلس على اليسار، وقال لي انا هقعد كحكومه في الشمال. منورنا. هي فعلا منحازه للعمال، وده طبعا دليل يعني بالنسبه لي. احنا لسه شفنا خبر احنا اعلنا عنه امبارح في وزاره القوى العامله، الادراج على قائمه الملاحظات، ان طبعا منظمه العمل الدوليه وهي منظمه متخصصه في عالم العمل والعمال على مستوى العالم وتابعه للامم المتحده، وهذه المنظمه بتعمل اجتماع كل سنه في يونيو من كل عام. هذا الاجتماع بتقيم فيه عن طريق لجنه الخبراء، بتقيم فيه البلدان اللي هي عضوه فيه. البلدان اللي هي عضوه فيه 187 دولة حول العالم. هذا المؤتمر بيحضره ما يقرب من 5000 ممثل عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم، اللي هم الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال. إذن مصر هذا العام 2023 غير مدرجة على قائمة الملاحظات الطويلة وقائمة الملاحظات القصيرة. إيه حكاية القائمة دي؟ طبعا القائمة دي حكايتها إن منظمة العمل الدولية من خلال الخبراء بتوعها، من خلال المكاتب بتاعتها المنتشرة على مستوى العالم، بتقيم البلدان من حيث مدى مثلا انتهاكها لحقوق العمال، من حيث مدى التزامها بتعزيز علاقات العمل والتوازن والعدالة في علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال والحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة. في خطاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال يوم الاثنين الماضي كان ليه 10 قرارات و10 توجيهات لوزارة القوى العاملة.
في حاجتين فيهم يخصوا هذه القائمة ويخصوا أن رئيس دولة بنفسه بيدعو إلى تعزيز علاقات العمل، لما فخامة الرئيس قال أنه هو بيدعو إلى الاستمرار في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية. وقال كمان فخامة الرئيس أيضا في إحدى القرارات اللي قالها أن هو بيدعو المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وهو مجلس يضم أطراف الإنتاج الثلاثة والمنظمات المتخصصة. هذا المجلس أن هو بيدعوه أن هو يجتمع في الفترة المقبلة ويعيد مناقشة مشروع قانون العمل المعروض حاليا على البرلمان، وده إن دل على شيء بيدل على أننا دولة حوار بحق وحقيقي. فيش رئيس دولة في العالم، في يعني أنا تابعت كل البيانات اللي صدرت عن جميع المنظمات النقابية ومعظم الاحتفالات اللي حصلت، مفيش رئيس دولة طلع بهذا الشكل، مفيش دولة عملت احتفالية بهذا الشكل، وكان فيها قرارات زي ما حضرتك عارف الامتثال لمعايير العمل الدولية، إعادة مناقشة مشروع قانون العمل، لأن كان في قوة أخرى بتدعو طبعا إلى مناقشة هذا القانون، لأن هذا القانون بيطبق على كل من يعمل في أجر في مصر. الحكومة بتتطلع من هذا القانون إن هو أن يكون هناك المزيد من تعزيز علاقات العمل، أن يكون هناك المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، أن يكون هناك المزيد من التشجيع على الاستثمار. فإحنا بنتطلع إلى قانون، إذن هي منظومة دولة. فخامة طبعا هذا رد الجميل للعمال، عمال مصر على مدار العشر سنوات السابقة كانوا يد واحدة، كانوا على قلب رجل واحد زي ما فخامة الرئيس قال، كانوا وقفوا مع الدولة ضد كل الشائعات وضد كل المخططات، فكان على الدولة المصرية، وده ظهر بقوة في كافة القرارات. قرارات دي على فكرة كل قرار يحتاج إلى تحليل ويحتاج إلى مناقشة طويلة جدا. أنا عايز أستأذن إن هنا وأنا بجدد الترحيب مرة تانية أستاذ محمد جبران على مسألة دلالة عدم إدراج مصر في هذه القائمة، وصولا إلى أنه إحنا هنتناقش أكتر على مسألة المطالبات بتاعة عمال مصر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر حضرتك على الدعوة. ده منورتنا. طيب ربنا يخليك. طبعا هو يعني لما نيجي نحلل كده ان مصر الأول مرة من فترات طويلة لا تدرك على القائمة الطويلة والقصيرة اللي هي القائمة السوداء دي، لها مدلول كبير جدا. ان في شغل على أرض الواقع. شغل من وزارة العمل أو وزارة قوى العاملة. وانا احب ان انا اسميها وزارة العمل الفترة اللي جاية، وده أفضل لينا. وفي نفس الوقت في شغل من النقابات. وده اللي احنا عملناه الفترة اللي فاتت، ان احنا ابتدينا نتعامل مع المنظمات بشكل محترم وشكل في نوع من انواع التعامل الجاد، وابتدينا نتعاون معهم علشان نوصل للنتيجة دي. هم الناس بيشتغلوا بجد، ما بيهرجوش، شافوك اشتغلت فبيقول لك لا الناس دي ماشية على الطريق السليم، وابتدوا واخد بالك وراحوا شايلينا من القائمة السوداء. القصة ان احنا كمان نكمل احنا النهاردة. طب انا بس عايز ارجع زي ما قال اخويا عبد الوهاب، هي لما احنا ليه بندرج على القائمة السوداء وإيه النتائج السلبية اللي على مصر؟ أنا هقول نتيجة واحدة ويمكن الناس هتفهم، إن الشركات الكبيرة، واخد بالك دي شركة من الشركات الكبيرة أحجمت طبعا على الاستثمار في مصر، وكان حجم الصادرات لنا 150 مليون دولار، أحجمت عن العمل في مصر. ليه؟ لأن هما الشركات الكبيرة دي ما بتشتغلش لما أنت مصر بتكون مدرجة عن القائمة السوداء. فأنت النهاردة أنت كده بتفتح الاستثمار وبتفتح للشركات وبتقول لهم إحنا ماشيين على الطريق السليم. دي أول خطوة بنقول للناس اللي هم الناس اللي بيفكروا بيقولوا لا مفيش استثمار، احنا عايزين الناس الجادين، احنا عايزين الناس اللي تشتغل في المصانع، عايزين الناس اللي تشتغل واخد بالك في العملية الانتاجية، مش عايزين بقى خلاص كفاية بقى الحاجات اللي هي يعني غير مهمة للشعب المصري. فاحنا الشركات الكبيرة هتيجي ان شاء الله بعد اللي حصل ده، شغل كبير جدا من وزارة قوى العمل من النقابات، فعلا كان في منظومة. ويمكن زي ما قال الاستاذ عبد الوهاب المدلول الثاني كمان، ان كل القوانين زي ما قال في خطاب الرئيس، وعمل لنا ورقه عمل من 10 نقط، ال 10 نقط دي واخد بالك المفروض ان احنا نيجي السنه الجايه في ان شاء الله في عيد العمال نقول يا فندم ال 10 نقط خلصناها. وخلي بال حضرتك في عندكم نقطه مهمه جدا، هو الاعلام. عمل حمله قوميه لتوضيح قيمه العمل واخد بالك والعاملين. يعني ايه حضرتك؟ يعني النهارده لازم حضرتك الاعلام، وده دور حضرتك بقى، انت انا عارف ان انت حاول. ما بتسيبش حاجه من غير ما تحللها، انا قاري الحته دي كويس جدا. لابد ان احنا نبتدي نوضح للناس، لان الناس عندنا في مصر بيبصوا للمؤهل المتوسط بصه دونيه. اكبر خطا. لابد ان احنا نوضح للناس واخد بالك، وشوف بره النهارده يمكن التجربه الالمانيه في التعليم المزدوج هي، ودي اللي احنا بنسميه التعليم المزدوج عندنا، هي النجاح لمصر. لابد ان احنا نقوي هذه
النقطة ونوضح للناس والإعلام يوضح قيمة إن النهاردة المؤهل المتوسط ده اشتغل شغلانة كويس وشغل شغلانة محترمة، ما نسفهش من دوره علشان المجتمع يغير الفكر. أهم حاجة يغير الفكر، لو ما غيرتش الفكر زي ما أنت حضرتك. طب أنا قبل ما أطلع الفاصل هعلق على النقطة دي تحديدا. أنا بشوف إنه قبل ما الإعلام يقوم بهذا الدور هنرجع للأصل في الموضوع. الأصل في الموضوع أنه كان فيه إهمال شديد للتعليم الفني اللي موجود في مصر حقيقة. وبالتالي الكوادر اللي خرجت منه، وده مش بإرادتها، ده بسبب الإهمال اللي الدولة عملته في الاستثمار في التعليم الفني فيما سبق، وبالتالي الكوادر اللي خرجت، ولادنا الطلاب اللي خرجوا من التعليم الفني ما كانوش على قدر المنافسة المطلوبة، لا على صعيد تطور صناعي محلي المفروض يحصل، ولا على تطور صناعي وتقني المفروض يحصل في الإقليم بشكل عام، ولا على مستوى العالم. وبالتالي ده اللي جذر لهذه النظرة اللي أنا بشوفها دايما نظرة خاطئة جدا. لما نبدأ نشتغل على تطوير التعليم الفني، وده بدأ بالفعل خلال الفترة اللي فاتت، وأصبح فيه عندي التعليم الفني المعروف اللي احنا كنا نعرفه من زمان بدأ يتطور كتير وحصل اهتمام في المدارس بتاعته، ثم التعليم التكنولوجي اللي أصبح موجود، المدارس التكنولوجية اللي بدأت تكتر وتنتشر. أنا شفت ناس زملائي هنا بيسعوا سعيا مذهلا عشان يلحقوا أولادهم اللي واخدين ثالثة سنة، يعني اللي واخد ثالثة إعدادي وناجح وجايب درجات كبيرة ويخش ثانوي عام عادي خالص، بس عاوز يخش التعليم التقني ده. لما أنا هشوف المخرجات بتاعة التعليم هنا، المجتمع بطبيعة الحال يبدأ ينظر نظرة مختلفة ومغيرة تساعدني بقى أنا بشتغل على مسألة رفع معدل الوعي بقيمة هذا النوع من التعليم. عشان انا مرغيش، عشان حضراتكم تاخدوا فرصتكم في الكلام، استأذن نروح لفاصل بسرعة ونرجع نكمل. طيب خلونا نجدد ترحيبنا الحار بضيوفنا الاعزاء داخل الاستوديو، استاذ محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، والاستاذ عبد الوهاب خضر المتحدث والمستشار الاعلامي لوزاره القوى العامله، وكما تمنى استاذ محمد جبران ان احنا نسميها وزاره العمل او نعمل زي الجماعه في تونس اسمه اتحاد الشغل. الاتحاد العمالي الاتحاد العمالي في اتحاد الشغل. انا عجباني قوي التسميه دي، اتحاد الشغل فيها احساس جامد قوي بهذه القيمه. هنا هرجع استاذ عبد الوهاب على مسألة، مش بس كمان اللي اثار النقطة اللي اثارها استاذ محمد جبران على مسألة رفع الوعي، لكن انا هنا هسأل من وجهة نظر لو صح تعبير هنا بقى الحكومة، انتوا شايفين القضية الرئيسية والمركزية لعمال مصر ايه؟ شوف، هو طبعا يعني عمال مصر هم طرف اساسي من اطراف الانتاج الثلاثة زي ما قلت، بجانب اصحاب المال والدولة زائد العامل. فاحنا يعني العامل بالنسبة لنا يعني مسألة مهمة جدا، تدريبه، توعيته، تثقيفه، وان هو يكون عنصر فاعل في المصنع بتاعه. يمكن معالي وزير القوى العامله حسن شحاته في معظم خطاباته حتى في اللقاءات اللي كانت بتعقد في الفترة اللي فاتت كان دايما بيقول ان احنا دلوقتي في مرحلة ان العامل المصري زي ما له حقوق عليه واجبات. فكرة ان انت بتطالب بحقوقك ايها العامل، انت برضو عليك واجبات، عليك واجبات ان انت دايما لازم تطور من نفسك، لازم يعني تعمل بجد واجتهاد واخلاص وضمير في مقر عملك. عشان كده احنا دلوقتي في مرحلة، يعني يمكن لما كنا بنتكلم عن عيد العمال وسبب تسمية هذا اليوم بهذا الاسم عندما قام العمال في شيكاغو بمظاهرات وطلبوا بحقوقهم، فإحنا دلوقتي دخلنا مرحلة يعني عايزين برضو نغير النظرة دي شوية للمجتمع، بحيث أن أنا عايز يبقى عندي عامل زي ما بيطالب بحقوقه يقوم بواجباته. دي يمكن الإطار العام اللي وزارة القوى العاملة ماشية فيه. بالنسبة لي العامل، احنا في وزارة القوى العاملة عندنا طبعا زي ما حضرتك عارف مديريات موجودة في كل المحافظات، كل مديرية بتقوم بدور معين في مثلا يعني مثلا بجانب ملف العمالة غير المنتظمة، زي ما ممكن لو حضرتك تحب نتكلم فيه، زي ملف التدريب المهني. احنا عندنا 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية. هذه المراكز والمهام اللي بتقوم بها مديريات القوى العاملة في المحافظات ان هي بتنزل مواقع العمل، بتقوم بتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم،
بأيضا مش العمال فقط حقيقة، ولكن أيضا أصحاب الأعمال والمصانع، إن هي الهدف إن أنا عندي فكرة التوازن، يعني فكرة عملية التوازن، إنها إزاي أنا مثلا ما أجيش على صاحب العمل ضد العامل، أو ما أجيش مع العامل ضد صاحب العمل. ففكر الوزارة في المرحلة دي إن إحنا يعني بنسعى وبنتطلع إلى إن يكون عندنا عامل واعي وعامل مثقف، وده طبعا بيحصل دلوقتي من خلال المهام اللي بتقوم بها المديريات في كل المحافظات. أيضا إن أنا دلوقتي عندي مجموعة، يعني عندي ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل، إن شاء الله إحنا بنستعيد دلوقتي لإطلاقها. هذه الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من ضمن البنود بتاعتها إن أنت فكرة اللي حضرتك قلت عليها من شوية، وهي فكرة إزاي إن أنا أربط سوق العمل بالتعليم، وإزاي إن أنا مثلا يكون عندي شاب مدرب إن أنا أخده أدربه على مهن بيحتاجها سوق العمل، زي ما بتقوم الوزارة دلوقتي بهذه المهمة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة اللي موجودة على مستوى الجمهورية. إحنا بنتطلع دايما وبنشوف العامل ده هو يعني ساعد مهم جدا من سواعد الإنتاج، بنشوف العامل ده إن إحنا بنتطلع دايما إن إحنا يكون عندنا عامل واعي، بنتطلع دايما إن دايما ال- 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 الخطاب أيضا بتاع وزارة القوى العاملة في الفترة اللي فاتت بتبقى فيه رسالة دايما موجهة للشباب إن هو يقبل على العمل الحر، إن هو يقبل على القطاع الخاص، إن هو ما يتقيدش بالوظيفة الحكومية، إن هو يستفيد. يعني مراكز التدريب اللي عندنا على مستوى الجمهورية اللي هي بتدرب العامل وبتأهله لسوق العمل، هذه المراكز بتكون مجانية. فدي نظرتنا للعامل، إحنا شايفينه هو عنصر من عناصر الإنتاج، وده بيظهر في كل الـ 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 يعني كل الخطابات بتاعتنا وكل السياسات بتاع الوزارة. لو أنت جيت شفت حضرتك العمالة غير المنتظمة، إحنا إزاي بنحاول إن إحنا ندمجهم في سوق العمل إزاي، وبنحاول إن إحنا يعني فكرة العمالة غير المنتظمة ليس فقط إن أنت بتقدم لهم دعم مثلا مادي، أو أنت بتقدم لهم دعم رعاية صحية واجتماعية، ولكن أنت برضو بيكون من خلال قاعدة البيانات إن أنت ممكن تبحث لهم عن فرص عمل، إن أنت بتأهله إن هو إزاي يكون عامل يعني منتظم، ان انت بتأهله ان هو يكون ازاي عامل يشارك في عملية التنمية. ايضا ملف ذوي الهمم، يعني ملف ذوي الهمم. طيب انا علشان ما جريش بسرعة على ملفات كتير، عاوز يعني في النقطة تحديدا بتاعة العامل والتدريب والتأهيل والتعليم، ومن ثم يجي بعد شوية تغيير الصورة الذهنية وما إلى ذلك، بس كمان فكرة التمكين والاقتصادي. أنا هنا هيبقى سؤال أستاذ محمد جبران، هل شايفين في اتحاد العمال أن هناك توافقات ما بين الحكومة من ناحية والعامل من ناحية وسلطة رأس المال بالتعبير بتاع الناس اللي زي حالاتي من ناحية في خلق برامج حقيقية للتدريب والتأهيل؟ يعني القطاع الخاص تحديدا هل بيشتغل على التدريب والتأهيل كما يجب؟ هل هو مهتم بمسألة التدريب والتأهيل، ولا هو مش عاوز يمشي فيها قوي لأنها هتصرف كتير حبتين، فاحنا خلينا بس نحلق على القرشين دول دلوقتي، أو هبقى مضطر إن أنا أرفع من رواتب هؤلاء العمال؟ هل الحلول ممكن تيجي في إطار ربط الأجر بالإنتاجية، ومن ثم يصبح صاحب العمل ملزما ملتزما بالتدريب والتأهيل لعماله؟ طيب انا يعني بشكر حضرتك على هذا السؤال، بس عايز ارجع بس سن عشان المشاهد، احنا عايزين نبسط المشاهد. مشاهد الكلمات الكبيره ساعات بتخليه يعني يتوه وسطين، فانا عايز ابسط له. لا مش يحيى كفاح الفلوريتاريا لسه، بس انا انا بس عايز ابسط يعني ايه تعليم مزدوج، عشان انا قلتها فقط يعني تبقى، انما الناس عايز تفهم. معاك. تعليم مزدوج هو بكل بساطه ان العامل الطالب الفني اللي هو فني بياخد 75% عملي و25% نظري. نظري. وده مين اللي بيقوم بيه؟ المصانع. ازاي؟ يعني انت 20% من المصانع المفروض تاخد ولادنا وتديهم التدريب التعليم المزدوج ده، بيطلع عامل على كفاءه عاليه. طب لو احنا جينا بصينا في عيد العمال، كان في مصنع من المصانع قال لك انا عندي طلبه، بصوا في طلبه موجودين، واخد بالك اللي هو كان الكشافات الليد اللي كانت معموله، كان في طلبه موجوده، هو ده اللي انا بتكلم عليه، ده محتاج بعد كده تاهله، ده طالع جاهز لسوق العمل، هو ده اللي بتكلم عليه. فلازم المشاهد يعرف ان ده فعلا بيطلع عامل على مستوى عالي جدا لان تمرس. فحبيت بس اوضح الجزئيه. والجزئيه الثانيه بتاعت الجامعات التكنولوجيه طبعا مهمه جدا، واحنا كاتحاد عمال مصر عندنا جامعه عريقه جدا، الجامعه العماليه، وخلاص احنا على وشك، وبتمنى من وزير التعليم العالي ان يضخ ويعيد الروح للجامعه العماليه، لان احنا خلاص في مستثمر ادينا لحد متخصص ان شاء الله قريب هنعمل معاه، هنحولها لجامعه تكنولوجيه زي ما حضرتك كنت بتقول.
السؤال بتاع حضرتك بتقول لي رجال الاعمال واصحاب الاعمال سوري واخد بالك والنقابات والحكومه، احنا اوريدي يمكن انا جاي من قطاع واخد بالك متحررين شويه وزمايلي برضو نفس الفكر، كلنا الحمد لله ماشيين دلوقتي فكر جديد، احنا طلعنا من بره الصندوق ده وقعدنا مع اصحاب الاعمال وقعدنا مع احمد ديب السويدي رئيس اتحاد الصناعات، قعدنا مع بعض انا وهو، تعال نقعد مع بعض، هو ليه دايما احنا مختلفين؟ ما هو اللي هيطلع قانون العمل ده لابد ان احنا نكون، لان ده دستور، انا مش عايز يتعمل النهارده بكره تحصل لي مشكله. فقعدنا مع بعض مره وهنقعد تاني وتالت عشان نبقى متوافقين في الفكر، عشان لما يطلع القانون يبقى خلاص سهل تطبيقه، سهل مش محتاجين ان احنا نختلف عليه. ده اللي احنا عملناه فعلا، يعني احنا خدنا خطوه، وان كنا مش بنطلع للميديا ونقول ان احنا قعدنا ما ينفعش، بس يمكن انا قصدت ان انا اوضح لحضرتك ان فعلا احنا خطوات خدنا الخطوات دي وان شاء الله جادين فيها، عايزين يبقى القانون طالع متوازن. الحكومه مصلحتها ايه؟ انها توفق ما بين الطرفين. لان هم من دول اساس الطرف، الطرفين هو طبعًا. هو بيطبق، يعني الحكومه لو احنا توافقنا احنا لذلك لما بيحصل حوار مجتمعي في البرلمان واخد بالك يكاد يكون بيسمعونا، وان شاء الله لما يطلع قانون العمل ان ده مش هيقعد سنه ولا اتنين ولا ثلاثه، هيبقى يعني ان شاء الله هيقعد حبه، هيقعد فتره طبعًا. طويله، وده اللي احنا بنتمنى ان احنا ننجح بيه، لان احنا لو نجحنا من دي خلاص يبقى انت كده. طب التدريب حضرتك كلامك صح، لا طبعا انا راجل قطاع خاص وظروف اقتصاديه والمرتبات برضو محتاج ان انا اعليها، وههتم بايه؟ ادي للعامل ولا ادربه؟ هنا لو بقى دربت العامل كفاءته هترتفع، هيطلع لي منتج اكثر جوده، يبقى صالح للتصدير لاسواق زي اسواق اوروبا مش اسواق اقل، وبالتالي انا هكون ارباح اكبر اقدر منها ارفع كمان مرتب العامل، فيبقى في عندي هنا مش بقى المرتب، هيبقى ربط اجر بالانتاج، هيبقى مرتبه بدلاته مكافئاته حوافزه مربوطه بانتاجيته كما وكيف. حضرتك عشان نقول الكلام ده زي ما قلنا من شويه محتاج ان احنا نقعد ونتكلم، لان فعلا ما فيش حد بيهتم بالتدريب كما ينبغي. التدريب في ناس بتاخده ان نكون صادقين مع انفسنا، هو جزء من زوغان من الشغل، ما بياخدوش بالشكل اللي هو ان انا التدريب يبقى فيه فترات وفي تقييم وفي التدريب، لابد ان يكون اكبر تدريب يبقى ناجح اللي هو تدريب العملي، تدريب الورش زي ما بنقول ورش العمل، انما تدريب وانت قاعد على ديسك ومحاضر بيقوله بتسمع وبعد ما بتسمع في جزء نظري وفي جزء اكبر عملي، لان فنها خلاص على راي الجماعه بتوع بلاد بره فورمان اسطى، لابد يعني فخر المانيا هو الاسطوات بالظبط كده. انا قبل ما اغير بقى لازم اغير واخد بالك فكر التدريب الاول عشان اخلي الراجل بتاع المصنع يقتنع ان زي ما حضرتك بتقول كده. طيب يبقى مش عايزين نحط نفسنا في كلام رنان وفي الاخر ما يتعملش. طب انا ممكن اسال الحكومه لو صح التعبير مدى قدرتكم على الزام اصحاب العمل بفرص تدريبيه لعمال المصانع، بحيث ان تبقى فرص التدريبيه دي فرص حقيقيه والجانب العملي فيها موجود والجانب النظري ايضا موجود، والعمل من ناحيه يبقى عارف ان التدريب ده يفرق معاه في كفاءته وانتاجيته فهيفرق معاه في الفلوس. تمام. هو طبعا يعني بالنسبة لإشراك القطاع الخاص معنا في كل البرامج التدريبية هو بالفعل موجود، ويمكن كمان أقدر أقول لحضرتك أن في الفترة اللي جاية هنعلن عن بروتوكول تعاون بنجهزه دلوقتي بين وزارة القوى العاملة وبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وداخل معنا اتحاد الصناعات. الهدف من هذا البروتوكول أن هو الوزارة داخلة من خلال صندوق التدريب التأهيل والتدريب الخاص بها اللي هو علشان خاطر تطور الفصول والمدارس الصناعية اللي موجودة على مستوى الجمهورية، وطبعا هيتم الاستفادة من القطاع الخاص في هذه التجربة، ان يبقى عندنا طلاب مؤهلين لسوق العمل. الوزارة هتخش طبعا لان الوزارة عندها الجانب التمويلي المتوفر، احنا عندنا طبعا نماذج في القطاع الخاص زي اتحاد الصناعات طبعا عندهم نماذج في هذا الامر جيدة جدا، احنا داخلين في تكتل او في تعاون خلال الفترة اللي جاية في هذا الموضوع. فكرة الالزام زي ما احنا حريصين دايما زي ما قلت لحضرتك على ان العامل له حقوق، واحنا كوزاره قوى عامله بندافع عن هذه الحقوق من خلال كل السياسات بتاع الوزاره او بتاع الحكومه، زي ما من اول رئيس الجمهوريه لغايه الوزير لغايه الوزاره اللي احنا فيها، كله هدفه الاساسي ايضا زي ما قلت التوازن في علاقات العمل، لان ما اقدرش اجي على طرف ضد الثاني. علشان كده احنا في وزاره القوى العامله من خلال الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل بنسعى لان يكون عندي عامل مؤهل لسوق العمل.
من خلال الـ كل خطط الوزارة، من خلال مراكز التدريب بنسعى أن يكون كذا. وبالتالي إحنا القطاع الخاص زي ما قلت لحضرتك، إحنا مش حكاية بنلزم، إحنا مش بن يعني مش بنعلق لحد المشنقة، ولكن إحنا في تعاون وفي تنسيق وفي ترتيب. ويمكن أديك مثال بسيط خالص في المجلس القومي للأجور في الاجتماع الأخير، كنا كلنا موجودين، يمكن الأستاذ محمد جبران برضو كان موجود. كان في حرص من جانب أصحاب الأعمال، كانوا موجودين معنا، ان هم ملزمين ان هم يصرفوا الحد الادنى للاجور للعمال، ملزمين يعني ما حدش يقول انا مش هدفع. المره دي كان جانب الزامي، اذا في وعي، يعني احنا مش عايزين ان احنا نعادي طرف على الطرف الاخر، ولكن مش لا قدر الله ما حدش عاوز يعادي، بالعكس في النهايه خلاص احنا عاوزين زي ما بنقول كده طرفين معادله الانتاج ما بين العمال، وده موجود في كل التشريعات والسياسات تبقى متوافقه. لكن في مساله الالزام قد يكون في افكار ما، يعني انا خليني هروح اخيرا قبل ما اختم مع استاذ محمد جبران على الحته دي تحديدا، هل من الممكن ان صفه الالزام يبقى لها شكل مختلف اكثر لطافه ومرونه، يعني ربط الحافز التصديري ببرامج التدريب، مش بس بانه انت هتصدر قد ايه بكذا، لا يعني لا حجم التصدير ولا كمان سعر التصدير، لا طب ما نربطها عند صاحب المصنع بحجم التدريب، حضرتك لما هتدرب عدد ده من العمال وهتلتزم بقيه الاشتراطات اللي حطها وزاره الصناعه وما الى ذلك، اقدر ساعتها اصرف لك الحافز التصديري بنسبه وشرايحه، على ان يكون التدريب عشان ما يبقاش مجرد شكل ورقي، هيبقى تحت وباشراف وبمشاركه الاتحاد والوزاره. كلام محترم وكلام يعني فعلا خطر. حضرتك يعني اسئلتك فعلا جميله، وانا ازيدك من الشعر بيت كمان، ان التدريب كمان لو ربطته بالترقيه، فانا لازم العامل الاساسي هو العامل، هل انت عندك قدره انك انت تتدرب وتعلم من نفسك ولا انت عايز تبقى موظف؟ انا بعتبر الموظف اللي هو بيروح من ايه اللي عايز يروح عدد ساعات معينه مش عايز يتعدى، انا بعتبر وانا عامل يعني تسميه او توضيح للعامل، العامل هو اللي بيفكر وبيبتكر ايا كان، دكتور طبعا. عامل مهندس عامل، انا عايز الناس تبقى عمال اللي هو عنده طموح عايز بكرة يبقى ايه، فلازم انا الشغل الاساسي على الراجل اللي موجود، وانا لما اجي اجيب بلاش بقى الطابور بتاع اللي هو انا كملت كام سنة فلازم اخد الترقية بتاعتي، فلازم اشوف الناس اللي هي فعلا عندهم كفاءة، هو ده حتى لو كان صغير يبقى هو ده اللي يقود وهو ده اللي يكمل مهبلك، وممكن يقود مجموعة مهبلك اقل منه في السن بس هو عنده كفاءة، اللي عنده كفاءة ده هيقود المجموعة اللي تحته، يبقى ده اللي بيتدرب كويس اللي بيشتغل كويس اللي بقى، يبقى لازم انا التدريب مرتبط بالعامل وكفاءته اللي هو ده اللي انميه، انما انا واحد ما عندوش هو عايز يقضيها ما بالك خلاص مش هيلزم، الراجل بيحكم على نفسه بالزوال يعني بالظبط كده. طيب انا اولا عايز اشكركم على وجودكم معنا جدا النهارده، الوقت ضيق لكن احنا هنقعد كتير لان انا اصلا عندي حاجات وافكار كتير محتاج اسال عنها طول الوقت، انا بأتمنى ان في وقت من الاوقات يبقى العامل بتاعي على اختلاف شكله، هو بقى العامل في شكله المعروف، المهندس في شكل اخر، في النهايه زي ما حضراتنا كلنا متفقين او حضراتكم كلكم متفقين وفي النهايه خلاص هو ده عامل مصري، انه ما يبقاش بس باصص على انه هترقى لحد فين، لانه ده سلك، في واحد تاني يبقى شايف انه انا عايز التدريب واكبر واكتسب الخبره عشان انا في وقت ما افتح المصنع بتاعي، حتى لو كان مصنع صغير، حتى لو هيبقى صناعه مكمله او تكميليه وما الى ذلك، وده اللي بيؤدي لنهضه حقيقيه في الصناعه في مصر. كل الشكر لحضراتكم استاذ محمد جبران، استاذ عبد الوهاب خضر، نورتونا وشرفتونا، وهنلتقي اكيد كتير خلال الفتره الجايه. خلصت الحلقه لحد كده، ثواني يكون موجود معكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10، اما احنا لو كان لنا العمر ان شاء الله نقابلكم بكره وبرنامجكم التاسعه. سلامات.